اهلا وسهلا اخت نهال، انت معنا على الهواء. الو، مساء الخير يا حضرة القسيس. بشكر حضرتك مش بس على قلبك الرائع واهتمامك بتقديم مواضيع مهمة لإظهار الحق، لكن على تحضرك في الرد على كل من يتطاول على المسيحية وعلى الكتاب المقدس. وده أكبر دليل إن مسيحيتنا، بل أقدر أقول مسيحنا، هو اللي بيخلق فينا إنسانا يعيش ما يتعلمه. وأنا عندي أعلق بالذات على رسالة اللي حضرتك قريتها في بداية البرنامج، وهي إن يسوع المسيح شمعته انطفت وجاء النبي محمد بالنور الحقيقي. عايزة أتقدم بسؤال لكاتب هذه الرسالة ولكل إخواتنا المسلمين. إن كان عيسى مجرد نبي جاء بنور وتمم رسالته، ولكن الآن انتهت مهمته، فلماذا مذكور في القرآن أو في الإسلام عموما إن عيسى هو الوحيد الذي لم ينخصه الشيطان، ولذلك أعطي حق إنه سيأتي ثانية ويدين العالمين؟ ده غير كل من وجدوه واختبروه وشهدوا عن انه هو الاله الحقيقي، لان هو الطريق والحق والحياه. وعندنا الاف الشهادات، احنا مش في العصر القديم دلوقتي، عندنا اليوتيوب مليان بناس فعلا اكتشفوا انه عيسى هو الاله الحقيقي الظاهر في الجسد. وان قالوا ان الكتاب المقدس محرف، أليس مكتوبا في القران يا قسيس نزار ان كتاب من عند الله وفيه هدايه للناس؟ يبقى اذا انا كده بضرب مش بس في الكتاب المقدس، انا بضرب في القران، لانه بقولي هذا ده اعتراف ضمني ان الله غير قادر ان يحفظ كتبه السماويه.